بعدين خلال هذا الصباح ان شاء الله لا مني غنكملوا واحد الميسيون كل فين بيات نكملوها. غادي ندخلوا في واحد المباشر وغادي نوضحوا المسائل اللي هي تحسمات اصلا، ولكن كاين اللي تيبغي يبدا يتاجر بهذه المسائل عنده ما يدار، تيبغي يركب وما تيعرفش يركب اصلا، وتيقول لك الاشتراك على الكلخه قول ليه بارك العود. غادي نوضح لكم هاد المسائل اللي جات في النظام الاساسي، هاد المواد راه مفصله تفصيلا والامور منتهيه، القرارات تم اتخاذها منذ قرن وزماره ومتفقين عليها النقابات مع الوزاره مع كل شيء. كاينين اللي يعني اللي ما عندهم ولا حتى شي واحد، هما يعني باغين غير اللي يجيبوا لهم لي زانفورماسيون غراتويتمون، يقراو بين شي واحد غراتويتمون فيما تميل بارابول تميل المصلحه ديالو، هذاك هو حبيبه وهو صديقه، بمجرد ما يقدر الغرض ديالو ادوار 120 كاين قد قرب ما يعقلش عليه. اذا كاينين بعضين تاني بحال هذا اللي جايين، ديك النهار كانوا في واحد النقابه هي اللي متبنيه الميلو ديال داك ضحايا النظامين اللي فالسيفي اللي في روسكم، بمجرد ما قال لهم راكم هبطوا مع باب زلق مشاو تيجرو تاني عند شنو هو عند واحد اسمه التنسيق النقابي اللي قال لك ولا عندهم ولاء ليه، هما ما عندهم ولاء الا المصلحه ديالهم الذاتيه، المصلحة أنا وبعد الطوفان دي صوت على نواشتو. إذن احنا قربنا الخبزة يو الخبزة وش تاني ولا في بلاصتها ولا في بلاصتها الطاجين نضربين على كروشه طاجين خبزة الهم لك حل نادم نضرب على الكريشة واللي تحت الكريشة شو البرنيشة وشو مغارة كبار شوف أولد عمي. من بعد غدير معكم واحد المباشر مكار مكينة آراء برا وطلع تصلى الله يمن تفكوا معهم. أما احنا عندنا قضية ويوميا نجسد الحضور مع عمرنا بطلنا، أما شي بحال صحاب آلو تيتكمش بمجرد ما يجي التليفون ما يقدرش ما يلبيش النداء ويجي وقال سين تيدير لهم السماوي الله يداوي تيصحابو فرع وتيصحابو روسهم وماش وروسهم راه ماش تيدير هما راه جالسين تيدوزو ليهم تيما قلزو فيهم، ولكن الاغلبيه باغي تروح يقضي على غرضو فيما تيبان ليه الغرض ديالو راه تيمشي، مني ما تيبانش ليه راه تيمشي يتكمش ياخد غرضو يدور 120 الله يبقى يشتي دار 120 والجو راهو ماطير زوين على خير وبخير وعواشر مبروكه من البارح حتى البروكه دار 120.